يلا 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 كفو يا شباب. ميميت علي ود اسم عربي يا شباب. اوكي السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم شباب جيت لكم بفيديو فيفا 22 على الجوال. طبعا اول مرة راح العبها يا شباب، زائد كلامهم يا شباب. طبعا نفس ما تدرون يعني المدرسة قربت يا شباب، بعد لها يوم او يومين او ثلاث ايام ما ادري يا شباب، عدد كلش قليل. ومثل ما تشوفون انا ثالث متوسط يعني وزاري، ما اقدر انزل لكم باستمرار. جدول القناة راح يتغير يا شباب، راح يكون خربط من يومين لحد خمس ايام ستة يا شباب، ينزل مقطع بين هاي الايام ما ادري حسب فرقتي يا شباب. ما اريد اطول عليكم، خلونا نبلش باللعبة. اوكي شباب، طبعا لعبة فيفا من افخم الالعاب بالعالم يا شباب من اول نزولها، زائد انه انا دائما العبها على الكونسول يا شباب، هاي اول مره راح العبها على الجوال. اتمنى تعجبكم يا شباب، ويلا خليكم مع الفيديو. يلا يا شباب جار البحث عن خصم مثل ما تشوفون. طبعا يا شباب انا جيت انزل لكم لعبه رعب بس ما رهمت شوي، لعبه 3 جيجا يا شباب. اوكي وتنزلها جيجا فتاخرت هواي، يعني اقل شيء تحملها يظل يومين. فيلا بسم الله يا شباب بدت اللعبه. طبعا انا من نص شوي المؤثرات الصوتيه. هذا انا يا شباب، هاي التشكيله مالتي مال الفريق، وهاي التشكيله مالت الخصم. يلا يا رب افوز عليه يا شباب. اوكي حلو البدايه عندي. يلا يا شباب طبعا تدربت هواي على مود هاي اللحظه. مثل ما تشوفون يا شباب هاي الازرار اللي يمكم يعلمك شلون التسديد والتمرير يا شباب، هاي قدامكم. يلا بسم الله مرر. يلا جول جول، نقدر لها نقدر لها. كفو يا شباب لك عاش. هلا هلا يا شباب، شوف الحركات. الله هذا طبعا افضل لاعب بالتشكيلة عندي يا شباب، هذا هو طلعت لكم صورته يا شباب افضل لاعب عندي. فيلا يا شباب بسرعة بسرعة كت. طبعا اعيد واكرر يا شباب اللعبة اونلاين. لا يا الله لا، جيبوها مني جيبوها مني يا الله، رايق اول. لا لا جيبها جيبها جيبها. كفو يا شباب كفو كفو يا شباب، خذيناها منه. يلا يلا وين رايح وين رايح. حلو 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 يا شباب، اعتقد هذا الجول الثاني. يلا يلا روح روح بسرعه. اي يا رب متسلل يا رب متسلل. خذوها يا شباب. اوكي شباب خلينا نطيها بينيه قويه، مو هيك مو هيك. يلا يا شباب هاي بينيه قويه. يلا يلا تمريره تمريره. يلا يا رب جول يا رب جول. شباب شوي عندي صعوبه بالتحكم مال اللاعب. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا يا الله يا والله كانت قريبة يا شباب. يلا خلينا نكمل. حلو حلو حلو. يلا يا الله يا الله، جول ثاني تمريرة. كفو يا شباب، ما حد يقدر يلعب فيفا يا شباب، اتحداكم اي شخص هسه ينزل فيفا انطي اسمه يا شباب اتحداه يفوز علي. اسطورة الفيفا يا شباب، ان كان عمري سنتين كنت العبها. اوكي الشوط الاول انتهى يابا يا شباب، مثل ما تشوفون فوق 45 دقيقه انتهى الشوط الاول. يا الله تقدموا يا شباب تقدموا تقدموا بسرعه، ما في لاعب يا شباب. اوكي اخيرا. وات شنو اللي صار؟ وات يا شباب شنو اللي صار بالتحديد؟ يا الله بس لا راح يقولوا لا 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 كفو. لا يا شباب قولوا. او صحيح وكريستيانو ما موجود، لازم يطلع لي باكج. اوكي ضيعتها. يس يا شباب فزنا 2-1 الي يا شباب، فزنا كفو كفو والله ابطال. خلينا ندخل الجيم الثاني يا شباب. يلا بسم الله يا شباب خلينا ندخل. جار البحث عن خصم. اوكي انا ضد نولت، اول مره اسمع فريق اسمه نولت يا شباب. ليتس جو بدت اللعبه. يلا خلينا ننطلق يا شباب، كون هذا الجيم اقل شيء يكون احنا خمسه يابا يا شباب، مثل ما سمعتوا اقل شيء يكون خمسه. يلا يا الله يا الله انطلق انطلق يا وحش انطلق. يلا 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 كفو كفو كفو، تقدر لها تقدر لها تقدر لها. لا يا الله يا شباب والله العظيم، تدرون شنو الخطأ؟ اني سددت الكرة وانا يعني ملتف. اتمنى فهمتوها يا شباب، عيدوا المقطع وانتم تشوفون. تمارير شوي طويلة يا شباب، نريد نوصل بسرعة. يلا يلا تمريرة وليتس جو. كفو يا شباب، منو هذا اسمه كوتريل حبيبي؟ كف كف هاي الدحرجه، اريدها مره ثانيه تجي. يلا نقول الثاني والثالث والرابع والخامس يا شباب، ما تشوفون فوق الثواني تمشي جدا سريع. فيلا بسم الله كفو قطعناها. بسرعه انطلق 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 يا وحش، بسرعه تمريره بسرعه يا رجال، بس ما اريد تسلل رجاء. اعتقد تسلل. اوكي وصلت للحارس.
انطلاقة جميلة، انطلاقة حلوة يا شباب. يلا بسم الله. حلو 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 حلو. يلا 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 يلا. ايه كفو يا شباب. ميميت علي ود اسم عربي يا شباب. اوكي حلو حلو حلو. اوكي شباب خلص الشوط الاول. يلا بسم الله. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. فاوكي شباب وصلنا لنهاية المقطع. اشكركم على المشاهدة يا شباب، واتمنى تركزون بالكلام اللي قلته بداية المقطع على جدول القناة. فبس يا شباب شكرا لكم على الدعم الاسطوري، لا تنسون لايك وتشتركون بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. وبس مع السلامة.